مرحبا الله وبركاته، اهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير ان شاء الله وفرحانين. كي دايرين الوليدات؟ كلشي مزيان، كلشي نشاط، كلشي هو هذاك. جميع محبيني كنقول لكم لهلي خطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم، الدعم ديالكم. الله يكبر بكم كيف ما كتكبروا بيا، الله يفرحكم كيف ما كتفرحوني، الله يعطيكم مناوين في خاطركم. لهلي خطيكم عليا الغزالات ديالي كاملات. المهم كيف ما كتشوفوا ان شاء الله فيديو نهيرت اليوم، نجي نتقاسم معكم هذا النهير ان شاء الله نبارطاجيه معكم. اليوم جاي زكريا، كيف راكم شفتوا الفيديو؟ اللي ما شافوا، الاخوات اللي ما شافوش الفيديو رجعوا للفيديو اللي حطيت لكم. هلا كملتوا لكم، واخا حرقت راسي البنات هنايا، حرقتني هذيك المول العجيب، غير قاصني واحد شويه اتحرقت. المهم كيف سديت لكم فيديو ومنطيته لكم وحطيته، غندوز دابا ان شاء الله نشارك معكم فيديو اخر، وغنشارك معكم المهم غدي وعشيوة. المهم ما عرفتش انا معاش معاش غيجي بالضبط، ان شاء الله غنشاركها معكم، غندير شي حاجه اللي لذيذه وشي حاجه خفيفه في نفس الوقت ولذيذه دائما، وشي حاجه بسيطه اللي البنات اللي كيجربوا وصفاتي كيعجبوهم. ان شاء الله نبقى دائما نبارطاجي معكم الوصفات اللي بسيطه واقتصاديه في نفس الوقت وفي نفس الوقت راقيه. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. وشويه نقول لكم حاجه اخرى، مشيت الدومان ديت، مشيت نجري الدومان ديت على البنات واحد الحليوه، لانني كنت ناوي بغى نحتفل بعيد الميلاد ديال زكريا، هو دوزو في المغرب ما احتفلش به، وناوي ان شاء الله نحتفلوا به جميع. مشيت البنات الباستيتيريا دومان ديت على واحد الحليوه، شريت الشميعات ديال المهم شحال عنده من عام ان شاء الله. المهم هادشي كله غنبارطاجي معكم وغنتقاسمو معكم، وهانتوما معايا اخواتي في الفيديو، ونبدا معكم دابا في الشهيوه. المهم هانتوما معايا اخواتي، وما تنساونيش بلي لايك، بلي لايك البنات، بلي لايك وجيم، وبارطاجيو القناه ديالي مع الاصحاب ديالكم الصديقات ديالكم، ونخليكم مع الفيديو اخواتي. غزالات اول حاجه غندوز هنايا غنشارك معكم الطلقات ديال الدجاج. المهم هاد الدجاج البنات الا بغيتي يجيك واعر واعر ترقديه واحد جوج سوايع، جوج سوايع الا بغيتي يجيكم البنات وغزال. المهم كنعاود نذكر البنات اللي كيسولوني على العطريه، بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على سكين جبيل خلقوم البنات، راه عند هاد السيده كلشي. غنخلي لكم الرقم ديالها. العطريه البنات اللي كيسولوني عليها غزاله غزاله غزاله، الله يعطيها الصحه، والله البنات تعجبتني. راجلي قلت ليه ما تجيبش ليا العطريه، ما تجيبش ليا العطريه لانني ما محتاجاهاش، غنعود ناخذ من عند هاد الاخت، لان تبارك الله عطريتها فن البنات. اللي بغيتو عندها، اللي بغيتو اللي حليتو عليها فمكم عندها، دوزو عندها. ها هو الرقم البنات، قيدوه وفين ما تبغوا العطريه دوزو عندها. راه التعامل ديالها غزاله البنات، واحد الانسانه اللي طيبه. دوزو عندها وراها غتهضر معكم في الواتساب. المهم هنا كيف ما كتشوفوا البنات، عندي هنا غندير الدجاج في الفران، غندير بواحد الطريقه اللي فنه نشاركها معكم. درت هنا واحد نص ملعقه ديال الابزار، عندي هنايا معلقه صغيره ديال سكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي هنا البنات لاموطاغ كيف ما كتشوفوا واحد الملعقه كبيره، وعندي هنا هو البنات واحد النصف ديال يوغورت مسوس، نصف ديال يوغورت مسوس. الملحه راه ديجا غاسلاها بالمحله، ما غنديرش فيه نهائيا البنات الملحه، وغندير فيه ملعقه صغيره ديال اليازير. عندي هنا القزبر، القزبر حتى هو راه من عندها، مديتوش هاد الحرقه البنات، حرقت راسي ملي كنت كنطيب في كيكه حرقني المول العجيب. هنا عندي البنات الزعتر كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للقزبر اللي على هاد الشكل. وفاش كتعجبني هاد العطريه البنات كدقها في المهراز، يعني كديرها على حق وطريقه. داكشي تبارك الله المغربيات الحادقات عندنا تبارك الله يعطيهم الصحه، وكيعجبوني اللي كيخدموا بيديهم وكيديروا حاجه متقونه تبارك الله عليه، الله يعطيها الصحه. المهم الرقم ما غنخليه لكم البنات معلق،
وعرفتي كندخل الكوزينه، الكوزينه تدخل تشمو فيها ريحه العطريه، ما مخليها هنايا في هاد الطبسيل عرفتو، ومخليها هنا في الكوزينه حطها في واحد البلايصه عرفتو الريحه عاطيه. صافي هانتوما البنات غندير واحد رويس ديال الثومه، البنات رويسات ديال الثومه غنديرهم بهذه الطريقه هادو. صافي وغنحاول ندخل هاد الخيدات ديال الدجاج كيف ما كنتو درتو بهذه الطريقه هذه، نخلي ما العطريه مزيان مزيان. صافي غنخليهم البنات مرقادين كيف قلت لكم، كل ما خليتهم كل ما كيجيك الدجاج مزوين. هنا البنات غناخذ اللاطه اللي غندخل الفران وغنديروا بهذه الطريقه هذه. ثم البنات وكنعاود نغطي ثاني بورق الفرن مزيان هاهما، وناخذ الالومنيوم صافي وغنديرو في الفران. ومن بعد البنات باش نحمرو غندير عليه شويه الزبده، ملي نحس به طاب غندير عليها البنات شويه الزبده من الفوق ونردو ثاني الفران يتحمر عندي وها هو وجد. البنات بغيت نشارك معكم هاد الزيتون هذا كيف ما كتشوفوا درت عليه قطعته على هاد الشكل هذا البنات على شكل دائري، ودرت عليه الزعتر البزار اليازير وغنضيف الكمون وغنضيف عليه زيت الزيتون. وهنا البنات غندوز نشارك معكم واحد الطريقه ديال الزعلوك اللي كتجي غزاله البنات وشي حاجه زوينه بحال هكا تقدروا تقدموها البنات اللي كانوا عندكم بحال هكا الضياف. كيف ما كتشوفوا عندي هنا البنات 3 دنجالات هنا، احسن لكان دنجال البنات صغير على هذا الحجم هذا، كنقطعوا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا البنات قطع هكذا، وغنشدوا البنات غندير عليه ملح وغنتقلوا بشي حاجه ضروري البنات تقلوا بشي حاجه باش يحيد هذاك الماء كامل ديالو باش ما يشربش لكم الزيت ملي كتبداو تقليو فيه. صافي انا هنا كنت كنشوفوا على هذا الشكل هنا، البنات غنشارك معكم كيف ما كتشوفوا عندي هنايا المهم الدنجال كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتو هانتوما، وعندي هنايا الفلفله مشويه درت على هذا الشكل، عندي هنايا واحد جوج مطيشات اللي قطعتهم قطع، عندي هنايا البنات لاصوص ديال مطيشه ديال القرعه، وهنا اللي ما عندهاش تقدر دير البنات ديال الحك مطيشه الحك واحد ملعقه كبيره، وعندي هنايا البنات ربيعه، وغنضيف بالنسبه للعطريه غنضيف هنا عندي جنجبيل. ملعقه نصف ملعقه ديال مال 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 ديال التحميره، نصف ملعقه ديال خرق ومعك، وعندي هنايا واحد نصف ملعقه كيف ما كتشوفوا او ملعقه صغيره ديال الكمون، وعندي هنا البنات الحامض مصير اللي درت منه حتى هو واحد الملعقه كبيره، وغنحك واحد الراس ديال الثومه، هاد الراس ديال الثومه كيف ما كتشوفوا البنات، وغنسد عليه حتى طيب ليا هاد الشرموله مزيان مزيان، عاد غنضيف عليها الدنجال. هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا ها نتوما البنات ها نتوما الدجاج كيفاش جا، درت هنا شويه الروس كيف ما كتشوفوا الشلاضه نتوما كيفاش كيجي الران بداو بدي يسير هو الاول. المهم ها نتوما البنات بالنسبه للسعلوك على هذه الطريقه هذه هو كيجي غزال غزال، وبالنسبه للزيتون هو كيجي زوين بهذه الطريقه. وكانت هذه غدوتنا اليوم
جنات مع الراجل وجنات اجي لنا حاطه طابله تموج البنات عبسوا هاد الزعلوك هذا واعر 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 فن والله البنات ما كتخيش بيه انتوما مزوينات جنينة بغات تاكل سيئة قريب قريب شي شهرين انا دائما كنوكلهم على 5 شهور البنات بعد ما تغدينا غندوزو كيف ما كتشوفوا جبت هاد الشوكولاته هذو كنت المهم كليناها انتما هذا هو كيعجبني هاد الشوكولاته ديال الريزو كنحمق عليه زوين عرفتو كيف هاد الهيبه درت هاد الشكيليطات هادو تا هما البنات وهادو المهم نحطهم هنايا وكيف ما كتشوفوا البنات هانتوما بون كومبليانو زكريا انتما واخا هنا راه خسرت عليا جنات سعليجتها انتما او هنا ضروري مشويات انتما البنات يلا سكتو خليك لي ونطير معاك في العلالي ما تخلو الوقت يسالي يا حبيبي الروح وخليك مني يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما تخلو الوقت يسالي يا حبيبي الروح وانا من الأقل عجبني فيه رزانة طيبة القلب لحننا شكون بحالي أنا ما خلي الوقت يسالي يا حبيبي حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون فهمني حاسس بيا عرفني تايق فيا لا غضبتي خاف علي وبلوم شطور وانا ومن لاقنا عجبني فيه الرزانة طيبة القلب ولحننا اشكر بحالي انا وانا معاك في العلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح وخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح وانا من لاقنا عجبني فيه رزانة طيبة القلب ولحننا شكون بحالي انا
مريح فيه بالروح وخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي